الرباعي احمد سعيد اوكا ولؤي وائل اثنين قلبي دفاع، في اليمين احمد علي، الشمال جوناتا، نص الملعب محمد شناوي ومصطفى جابر، قدامهم الثلاثي احمد مجدي، محمد نادي، احمد عيد، عبد الملك، وراس الحربه صلاح خطاب، جهاز فني واداري للنادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين مستر باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي، مدرب عام وقائم باعمال مدير الكره كابتن محمد يوسف، كابتن سامي قمصان مدرب، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، مستر مايكل الاندمان مخطط الاحمال ومساعد مخطط الاحمال، حسين عبد الدايم جهاز فني واداري لفريق الجونه بيقوده الخلوق كابتن هشام زكريا مدير فني، وجيه عبد العظيم وعثمان احمد اثنين مدربين، كريم عبد الحكيم مدرب مساعد، معد بدني محمد وسيم بالمناسبه تونسي الجنسيه، مدرب حراس نور صلاح. مباراه يديرها تحكيميا طاقم تحكيم بقياده كابتن محمد سيد بكر او كابتن محمد الفولي، مساعد اول حاتم علام، مساعد الثاني سيد اسماعيل، هيبقى على ايدنا اليمين فريق الجونه، على ايدنا الشمال النادي الاهلي، فريق الجونه ضمن صفوفه لؤي وائل احمد علي سبق ليهم ارتداء قميص النادي الاهلي، وايضا محمد ناجي جدو الغائب عن بدايه احداث اللقاء، هنشوف اللقاء الودي للنادي الاهلي ايضا على مقاعد البدلاء، اثنين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عمرو سعداوي الظهير الايسر لاعب النادي الاهلي مواليد 97، والحارس عمر رضوان، انطلقت صافره البدايه احمد سعيد اوكا، حاول يبدا عند احمد مجدي، يرجع ويسلم لؤي وائل لجوناتا، جوناتا اللاعب الجابوني الاخطبوط اكرم توفيق لاني، اسلام محارب يرجع ويحضر، يا سلام ياني، يرجع لمحمد نجيب، ايمن اشرف عامل حاله من الجاهزيه، جهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مستر باتريس كارتيرون لكل العناصر بالكامل، مروان محسن حاول يستعيد بريقه ولمعانه، مروان محسن احد العناصر الهجوميه الفعاله في النادي الاهلي وخط هجوم المنتخب المصري، احمد علي هيلعب رامية التماس، احمد علي البدايه من المنصوره ثم الانتقال للنادي الاهلي لؤي وائل الاهلي ثم الانتاج الحربي، لاعب الجابوني جوناتا، احمد مجدي يلعب لشناوي، اكرم توفيق لاسلام محارب، الضغط والبرس اللي عامله النادي الاهلي يعني اجواء قريبه للاجواء اللي ان شاء الله النادي الاهلي هيلاقي فيها فريق تاونشيب البوتسواني، حمداني رمي التماس للنادي الاهلي، اسلام محارب اقطوعه مره ثانيه، احمد عيد عبد الملك يضغط النادي الاهلي، هشام عندك قوه هجوميه قوة دفاعية في نص ملعب النادي الاهلي سواء هشام محمد واكرم توفيق في الواجبات الدفاعية، اسلام محارب واحمد حمدي ومحمد شريف في الواجبات الهجومية للنادي الاهلي، ايمن اشرف العقل المفكر في منتصف الملعب ولاعب التيمبو، هشام محمد يرجع ويسلم لايمن اشرف مرة ثانية، محمد نجيب، نجيب الابن البار بالنادي الاهلي، محمد نجيب، محمد داني، شريف اكرامي يبدا ويلعب مره ثانيه مع ايمن اشرف، اداء موفق في اللقاء الاخير للنادي الاهلي وبدايه اكثر من رائعه لمستر باتريس كارتيرون وفوز على تاونشيب واعاده التوازن والاتزان في المجموعه، الركنيه لخارج الملعب ركنيه لصالح النادي الاهلي، رايح صاحب القميص رقم 34 احمد حمدي ناشئ النادي الاهلي مواليد 98، احمد حمدي واحد من العناصر اللي بيديها الثقه مستر باتريس كارتيرون والجهاز الفني للنادي الاهلي، يلعب مره ثانيه اكرم توفيق لمحمد شريف، شريف يلعب ويعلق العرضيه ضربه الراس لكن طالع بالبوكس والله، هيثم محمد واقع لاعب نادي الجونه نتمنى له كل السلامه، وايضا هيثم محمد كل السلامه للاعب فريق الجونه، اعتقد اللاعب
هل هو لؤي وائل ولا مين؟ نزل له الجهاز الطبي طبيب فريق الجونه دكتور مايكل مكرم، لكن هيقوم ان شاء الله بالسلامه ما فيهوش اي حاجه. زي ما قلت لحضراتكم حاله من الجاهزيه بتفرض نفسها على النادي الاهلي. حاول الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون ان هو يجهز كل العناصر اجل استكمال المشوار الافريقي وايضا انطلاق الدوري المصري. النادي الاهلي عنده مواجهه امام فريق الاسماعيلي في اولى اللقاءات والاسبوع الاول للدوري المصري موسم 2018-2019. ان شاء الله يكون موسم موفق للنادي الاهلي. والله الواقع اللي كان واقع في الكوره احمد علي حاول يريح النهارده الجهاز الفني للنادي الاهلي اغلب العناصر الاساسيه اللي شاركت في اللقاء الاخير امام تاون شيب، اللقاء اللي قلت لحضراتكم استعاد به النادي الاهلي نغمه الانتصار وحقق الانتصار الاول له في المجموعه، وايضا استعاد توازن المجموعه، تصدر المجموعه الترجي بسبع نقاط، يليه النادي الاهلي اربع نقاط، ثم كامبالا وتاون شيب رصيد كل فريق منهم ثلاث نقاط. يبدا مره ثانيه اسلام محارب ورقه من الاوراق الهجوميه اللي القى بيها باتريس كارتيرون في اللقاء الاخير، قدر يغير من شكل اللقاء مع ميدو جابر، احمد عيد عبد الملك خبره كبيره، احمد عيد عبد الملك، احمد حمدي المهاره، احمد حمدي الزعاد، احمد حمدي خد منها رميه التماس للنادي الاهلي، محمد هاني تعليمات والتوجيهات من الاجهزه الفنيه لفريق الجونه كابتن هشام زكريا وجهازه المعاون، اتلعبت في اتجاه اسلام محارب افضل بديل وافضل ورقه هجوميه بيلقي بيها النادي الاهلي في الفتره الاخيره اسلام محارب. بعض اللاعبين استعاد ادائه واستعاد بريقه ولمعانه، شفنا حاله الجاهزيه والجديه اللي عليها اسلام محارب وايضا ميدو جابر، ايضا اكرم توفيق بدا يدخل في المشهد والصوره، ومعاه احمد حمدي، ناصر ماهر، هشام محمد، محمد هاني، احمد عيد عبد الملك يلمس، ايمن اشرف يرجع لشريف اكرامي، شريف يلعب، صبر رحيل لايمن اشرف لاكرم توفيق، تبادل المراكز ما بين اكرم وتبادل المهام ما بينه وما بين هشام محمد في عمليه التسليم والتسلم، اتلعبت عند محمد شريف، محمد شريف عدى شريف، لكن يا ولد يا هيثم محمد قفل عليه، كان عايز يلم لخارج الملعب والله محمد شريف، لكن ضغط هيثم محمد، احمد علي هيلعب رميه التماس لفريق الجونه، احمد سعيد اوكا خبره كبيره وكابتن التيم، احمد سعيد اوكا احد افراد المنتخب المصري اللي شارك في كاس العالم للقارات 2009، كتيبه اللي شاركت في تحقيق الانتصار على المنتخب الايطالي بهدف محمد حمص، ايضا واحد من اللعيبه الاساسيه كان في هذا الجيل احمد سيد اوكا، محمد هاني يلعبها طويله عند مروان محسن، ادي اوكا مره ثانيه يرجع لهيثم محمد، هيثم يلعب الطويله الطوله الاماميه، صلاح خطاب عايز يسند ما بينه وما بين محمد نادي، ادي جوناتا لاعب الجابوني خارج الملعب، هيلعب اسلام محارب والله كاميروني، هنا محمد سعيد مراسلنا في قناه النادي الاهلي بيقول لي ده كان الظهير الايمن للمنتخب الكاميروني في المباراه النهائيه امام منتخب مصر، اللاعب جوناتا اللاعب صاحب الجنسيه الكاميرونيه، محمد هاني جوناتا ياخد منها ركله ركنيه للنادي الاهلي، صفيره محمد سيد بكر تساب ركله ركنيه للنادي الاهلي رايح اسلام محارب، خلينا على تسع دقائق من احداث عمر شوط اللقاء الاول، يلعبها محمد هاني لعبها له اسلام محارب ومحمد هاني عايز ياخدها من وضع الحركه ولكن لخارج الملعب، هيلعب هيثم
هيثم محمد وركلة المرمى، يبدأ ويلعب مع لؤي وائل. شناوي يرجع مرة تانية لؤي، أحمد سعيد أوكا. فريق الجونة العائد للأضواء من جديد، يعني آخر لقاء رسمي جمع ما بين الأهلي والجونة كان في بطولة كأس مصر، اللقاء اللي انتهى بفوز النادي الأهلي بنتيجة ثقيلة ونتيجة لم تكن هي الأكبر، 13 هدف مقابل لا شيء. آخر لقاء رسمي جمع ما بين الفريقين فوز النادي الأهلي على فريق الجونة في كأس مصر 13-0. أيمن أشرف، نوعية اللعيبة اللي تحبها في النادي الأهلي، أيمن أشرف لاعب يجيد اللعبة في أكثر من مكان. جوناتا، شناوي، أحمد عيد، لعبة من لمسة واحدة، أكرم توفيق ياخد منها ركلة حرة. أكتر لاعب في الدوري المصري بيستخلص الكرات هو الاخطبوط أكرم توفيق، واحد من اللعيبة اللي الكثير من الجماهير بتنادي وتقول أكرم توفيق لازم ياخد الفرصة. بيبدأ مستر باتريس كارتيرون يديله الفرصة ويعيد اكتشافه، وعى الفترة الأخيرة أكرم توفيق وبدأ يستغل الفرصة ويثبت أحقيته وجدارته بالتواجد في تشكيل النادي الأهلي. أحمد حمدي، صافرة محمد سيد بكر، رايت حاتم علام، احتساب ركلة حرة لؤي وائل. جوناتا يبدأ مرة تانية، شناوي، مصطفى جابر، جابر عايز يلم ويعدي، جابر يلعبها هناك في اتجاه اللعب احمد مجدي، والله احمد علي يلعب العرضيه الراسيه محمد نادي لخارج الملعب معديه، ركله المرمى لصالح النادي الاهلي. شريف اكرامي هيلعب بشريف ركله المرمى. حتى الان اللقاء زي ما قلت لحضراتكم لقاء الودي التجريبي ما بين الاهلي والجونه، الاهلي استعدادا للقاء تاون شيب في بوتسوانا، بينما فريق الجونه بيواجه النادي الاهلي في اختبار قوي قبل انطلاق الدوري المصري. محمد شريف يلم احمد حمدي، المهارة يا جماعه احمد حمدي، الصبر الرحيل، يلعب العرضيه، يلعب عايز يلعبها لكن محمد سيد بكر اشار به ولا اي حاجه، كان بيطالب صبر رحيل ولعيب النادي الاهلي بركله جزاء صلاح خطاب. محمد هاني يا ولد يا محمد هاني، موه وعبد نفسه، المهاره الخفه والرشاقه والمرونه لمحمد هاني، ياخد منها الركله الحره وركله حره على اللاعب احمد مجدي. لكن ما شاء الله واحد من اللعيبه لعيب الاطراف اللي دايما بيلعب بعقله، يعني محمد هاني نوعيه اللعيب الاطراف اللي بيلعب بعقله صعب قوي تلاقي نوعيه اللعيب اللي عندها مهاره انه يلعب بعقله خصوصا في اطراف الملعب. محمد هاني واحد من هؤلاء اللاعبين اللي يجيد اللعبه بالعقل. يلعب اسلام محارب، التشتيت مره ثانيه، احمد عيد عبد الملك، شريف يسند واحده، جوناتا يلعبها طويله في اتجاه صلاح خطاب، مأمن صبري رحيل، صبري زعد صبري، لكن صافرة محمد سيد بكر، احتساب الركلة الحرة لصالح النادي الأهلي. واضح طابع الجدية على فريق الجونة، والكابتن هشام زكريا واخد اللقاء يعني بالصفة الرسمية، حاول يكون هو الاختبار الأقوى لفريق الجونة قبل بداية الدوري. فريق الجونة العائد من جديد للظهور في الأضواء، هشام محمد يشيلها جميلة في اتجاه محمد شريف، لكن ما من أحمد علي لأحمد سعيد أوكا. أحمد علي زي ما قلت لحضراتكم البداية كانت في نادي المنصورة، ثم الانتقال للنادي الأهلي ومرحلة في فريق المقاولون العرب، وأخيرا ينتهي المطاف في فريق الجونة. أحمد مجدي والمرتدة السريعة، مجدي من الجانب الأيمن، مجدي يلعبها أرضية في نفس الزاوية اللي واقف فيها شريف إكرامي، قافل الزاوية القريبة وماسك كورته شريف إكرامي. شريف واحد من الحراس المميزين أيضا في النادي الأهلي مع محمد الشناوي، خلاص مركز بقى من المراكز اللي تدي الراحة والاطمئنان لجماهير النادي الأهلي، مركز حراسة المرمى. وجود محمد وجود شريف إكرامي إدى الأمان لكل عشاق وجماهير ومحب النادي الأهلي، كان مركز من المراكز اللي فيها الكثير من الكلام في النادي الأهلي.
لكن تواجد شريف إكرامي والشناوي أيضا انضمام علي لطفي مع مجموعة اللاعبين اللي تم تصعيدها مؤخرا من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، سواء الحارس مصطفى شوبير حارس النادي الأهلي مواليد 2000 أو محمد عصام الغندور حارس النادي الأهلي مواليد 97. ركلة حرة للنادي الأهلي، هشام محمد بالتخصص. هشام وإسلام محارب والتعليمات والتوجيهات من الجهاز الفني كابتن هشام زكريا. كابتن هشام كان صاحب الصعود بفريق وادي دجلة للدوري الممتاز. بيطالب هشام محمد بالعشرة ياردة. هيلعب هشام ركلة حرة، أعتقد مش 10 ياردة خالص. هشام يلعبها ويعلق هشام لخارج الملعب. تصويبة هشام محمد. ركلة المرمى يلعب هيثم محمد. بالمناسبة هيثم كان أحد اللاعبين وكان الحارس الأساسي لفريق وادي دجلة لما كان بيتولى الكابتن هشام زكريا القيادة الفنية لفريق وادي دجلة، صعد بيهم من الدوري الممتاز به للدوري الممتاز. شريف إكرامي يلعبها طويلة. بالمناسبة شريف إكرامي واحد من الحراس اللي بيجيد اللعب بكلتا القدمين. صابر رحيل محمد شريف اللعيب اللي بدأ يديله الثقة مستر باتريس كارتيرون. شناوي مباراة تعادل سلبي بيسيطر فيها لحد دلوقتي. اسلام محارب يا ولد على التمريرة كانت عايزة تبقى أخف من كده شوية، حب يلعبها ويقفلها في اتجاه مروان محسن لكن طويلة من اسلام محارب. الجوناتا يضغط النادي الأهلي أحمد حمدي لاسلام محارب. استخلاص اسلام المهارة القدم اليسرى اسلام محارب لأحمد حمدي. حمدي عايز يلم ويعدي حمدي. حمدي لاني هاني هيلم هاني يلعبها عرضية يشيلها جميلة. اتسندت محمد شريف هيصوب ويسدد هشام محمد. تصويبة من هشام لخارج الملعب. تصويبة لخارج الملعب وركلة المرمى. هيلعب هيثم محمد لكن عجباني الثقة اللي عند اللاعب أحمد حمدي. عنده الثقة أحمد حمدي والخبرة. لاعب صغير السن مواليد 98 أحمد حمدي. اتلعبت الطويلة الطولة الأمامية. أحمد عيد عبد الملك عنصر الخبرة مع أحمد سعيد أوكا وأحمد علي ولؤي وائل في فريق الجونة. أحمد علي يرجع ويسلم لؤي وائل لأحمد عيد عبد الملك. يضغط عليه من أكرم توفيق. أحمد حمدي 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 عايز يلم ويعدي يا ولد يا حمدي. حمدي واحد والتاني يا ولد يا حمدي يا ولد على المهارة والكنترول وادي التمريرة. محمد شريف هيصوب. محمد شريف يطلع صبري. اظبط صبري. صبري العرضية عدت مرت فاتت مش ممكن. أخطر كرة للنادي الأهلي. اللعب الجماعي والتحرك بدون كرة من لاعب النادي الأهلي. أيمن أشرف يضغط خارج الملعب. رمية التماس لكن أحمد حمدي عامل حالة من الإفاقة في الخط الهجومي للنادي الأهلي. هيلعب أحمد علي. نوعية اللعيبة اللي تملك الحلول هو اللاعب أحمد علي. اللاعب أحمد حمدي عنده ما شاء الله الحلول والمهارة والمرونة والرشاقة. وادي إسلام محارب والأدوار الدفاعية إسلام وجوناتا وركلة حرة صافرة كابتن فولي كابتن بكر. احتساب ركلة حرة. ركلة حرة لفريق الجونة. هيلعب جوناتا. تعليمات وتوجيهات من كابتن هشام زكريا لأحمد عيد عبد الملك. أحمد عيد وأحمد علي. وركلة حرة لفريق الجونة. آخر لقاء أيضا جمع بين الفريقين كان لقاء ودي هنا على ملعب النادي الأهلي. تفوز النادي الأهلي بستة أهداف مقابل لا شيء. هيلعب أحمد علي يلعب ويعلق يرد أكرم محمد هاني وصافرة كابتن بكر. احتساب ركلة حرة لصالح النادي الأهلي. هيلعب محمد نجيب هيسيبها لشريف إكرامي. سابها والله شريف لنجيب. محمد شريف اكتسب الثقة
عنده الثقه في نفسه في امكانياته محمد شريف مع مستر باتريس كارترون المدير الفني للنادي الاهلي. ايمن اشرف يلحق نفسه ويرجع لشريف اكرامي. شريف يلعبها طويله يبدا يلاقي عند مروان محسن المحطه الهجوميه للنادي الاهلي. يضغط احمد حمدي حمدي يلعب لاسلام محارب. اسلام يضغط اسلام يا ولد يا اسلام واع مروان محسن لكن هيوم ما فيهوش اي حاجه ان شاء الله. مروان محسن اما مروان هنشوف حكم اللقاء احتسب ايه. اسلام محارب استأنف احداث اللقاء باسقاط لؤي وائل بروح رياضيه لؤي بيرجعها للنادي الاهلي لشريف اكرامي. شريف يلعبها طويله في اتجاه اسلام محارب. اسلام وهيثم امسك كورته. هيثم محمد طويله من هيثم شناوي. محمد نادي احمد علي صافرت كابتن بكر احتساب الركله الحره. شناوي لعبه سريعه. احمد عيد عبد الملك احمد عيد التمريره مأمن محمد نجيب لهشام محمد اكرم توفيق لاكرم لهشام. هشام عايزين الهجمه سريعه في اتجاه محمد شريف. تحرك من شريف ما فيهاش اي حاجه بيرفع ايده احمد علي لكن ما فيهاش اي حاجه. احمد حمدي مره ثانيه محمد شريف يقفل تمريره. اسلام محارب خدها من وضع الحركه اسلام محارب لكن التصويبه لخارج الملعب. ركله المرمى لنادي الجونه تعادل سلبي حتى الان. الاهلي والجونه جوناتا محمد هاني احمد حمدي يبدا مره ثانيه. صلاح خطاب صلاح عايز يعدي صلاح يلعب لمحمد ده احمد مجدي. احمد مجدي مجدي يا ولد على الفكره حلوه الفكره والله من احمد مجدي حب يركنها يعملها سكرو كده احمد مجدي لكن بجوار القائم الايسر لمرمى شريف اكرامي. احمد مجدي الانتاج الحربي ثم الانتقال للزمالك ثم الان في فريق الجونه. هيلعب شريف اكرامي. شريف الطويلة الطولية الأمامية حمدي مروان محسن ولكن دينجرس بلاي على لؤي وائل على مروان مع لؤي وائل طالع وثب على الخصم ورفع رجله مروان محسن. هيثم لأحمد سعيد أوكا أوكا شناوي أحمد عيد لعبت في اتجاه جوناتا. جوناتا يلعب عرضية لكن شريف اكرامي امسك كورته. شريف حاول يميل للعب فريق الجونة عن طريق الاطراف واستغلال سرعات وقوة جوناتا مع مهارة اللاعب احمد مجدي بيقابلها بقوة. محمد هاني بيميل عليه اسلام محارب يعني شوف جبهات النادي الاهلي محمد هاني بيميل عليه دايما اسلام محارب. صابر رحيل بيميل عليه محمد شريف في الادوار الدفاعية واحمد حمدي واللاعب اللي واخد حريه الحركه في منتصف ملعب النادي الاهلي صبري ومحمد نادي ياخد منها رميه التماس لفريق الجونه داخلين على 23 دقيقه من احداث وامر شوط اللقاء الاول والتعادل السلبي ما بين الاهلي والجونه. دايما اللقاءات الوديه يعني زي ما قلنا وبنكرر ونقول مره ثانيه ملهاش علاقه بالنتيجه شوف المحاور اللي بيستفيد من خلالها الجهاز الفني يعني اوجه الاستفاده متعدده بخلاف نتيجه اللقاء. هيلعب جوناتا محمد هاني خارج الملعب رامية التماس رامية التماس لفريق الجونه واحمد عيد عبد الملك واحد من نوعيه اللاعبين اللي واخد اللقاء بالصوره الرسميه يعني ملامح احمد عيد ما بتختلفش في اللقاءات الوديه او اللقاءات الرسميه هو احمد عيد نفس
الملامح، نفس الرياكشن، نفس رد الفعل. اكرم توفيق، اكرم القوه، اكرم توفيق وسط اثنين. يا ولد يا اكرم، يا ولد يا اكرم، حضراتكم الوريث الشرعي لخط وسط النادي الاهلي. اكرم توفيق اتلعبت طويله باستعجال من محمد هاني، يعني بعض اللاعبين كده تشوفهم خلاص الوريث الشرعي في بعض المراكز في النادي الاهلي. اكرم توفيق هو الوريث الشرعي لخط وسط النادي الاهلي والكره المصريه. محمد نادي لاحمد علي، يرجع ويسلم لاحمد سيد اوكا، لجابر بعرض الملعب مع لؤي وائل. احمد عيد الضغط عليه من اسلام، اسلام محارب بكل قوه مره ثانيه، اللاعب لؤي وائل. عايزين ان احنا نبارك لمستر باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي بتتويج المنتخب الفرنسي، منتخب الديوك الفرنسيه، بالفوز والتتويج بكاس العالم 2018 بعد الفوز في اللقاء الاخير والمباراه النهائيه على المنتخب الكرواتي باربع اهداف مقابل هدفين، طفره بتشهدها الكره الفرنسيه. وادي اكرم توفيق، كل السلامه لاكرم، كل السلامة لأكرم توفيق، حد من اللعيبة الرجالة. هيوم إن شاء الله أكرم، يعني زي ما قلت لحضراتكم طفرة بتشهدها الكرة الفرنسية سواء على مستوى المنتخبات والأندية وأيضا المدربين. يعني مؤخرا شفنا مدير الفني الفرنسي لمنتخب المغرب هيرفي رينارد، المدير الفني المغربي، واحد من المدربين الفرنسيين اللي أضافوا الكثير والكثير للمنتخب المغربي. أيضا بنشوف مستر باتريس كارتيرون مع النادي الأهلي، طفرة بتشهدها الكرة الفرنسية على مستوى المنتخبات واللاعبين والأندية. أم أكرم توفيق، كل السلامة يا أكرم. مع دكتور خالد محمود الطبيب النادي الاهلي. هيلعب محمد نجيب، وبنلعب في الدقيقة 26 من أحداث عمر شوط اللقاء الأول. جوناتا شايف كريم نيدفيد قام يجري العمليات الحماية. أحمد مجدي، مجدي، مجدي يلعبها عند محمد نادي، نادي لما كورته نادي يقفل التمريره، لكن محمد هاني عامل عمق وتمركز جيد. اسلام محارب عايز يلم ويعدي، قال له ما فيهاش اي حاجه شناوي. محمد نادي، نادي طلع جوناتا، جوناتا العرضيه، الارضيه صلاح خطاب، لكن يا ولد هاني هينزل اكرم توفيق. اكرم ينزل، اكرم بيزك زكه خفيفه كده اكرم توفيق، لكن ان شاء الله يعني اكرم ما شاء الله لسه نازل. حضراتكم افضل اللاعبين واكثر اللاعبين استخلاصا للكرات اكرم توفيق. احمد عيد عبد الملك يضغط هشام، المرتده السريعه للنادي الاهلي في اتجاه احمد حمدي، حمدي المهاره، حمدي المهاره، حمدي عدى حمدي وسط ثلاثه واربعه، لكن اتحرك مروان محسن يضغط مره ثانيه، محمد شريف طلع له صبر رحيل في التمريره لصبري، لكن سياره شويه. محمد نادي لصلاح خطاب، صلاح ما ظهرش حتى الان، صلاح خطاب استخلاص عامل عليه رقابه النادي الاهلي سواء اللاعب ايمن اشرف ومحمد نجيب. اكرم توفيق تبادل المهام ما بينه وما بين هشام محمد في عمليه التسليم والتسلم. ادي هشام لاعب اللي تظبط عليه اداء منتصف ملعب النادي الاهلي، بنقول عليه لاعب التيمبو، لاعب اللي بيضبط الايقاع. ايمن اشرف ابن النادي الاهلي، واحد من نوعيه اللاعبين اللي دايما زي ما قلت لحضراتكم تحب انك تشوفه داخل جدران النادي الاهلي، لعيب شخصيه اللاعب اللي عنده الرجوله وعنده الادب والاحترام ويجيد اللعب في اكتر من مركز.
ولعب بيعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي تعرض لاكثر من ظرف صعب، ولكن دائما وابدا بيخرج ايمن اشرف في كل المواقف بالمعدن الاصيل، المعدن الاهلاوي. اللاعب ايمن اشرف حمداني، ركله حره لصالح النادي الاهلي. هاني يعني يا ريت نفتكر هذا الكلام، وادي التدخل ما بين اسلام محارب وجوناتا محمد هاني. قلت لحضراتكم نفتكر هذا الكلام، محمد هاني هيكون هو الظهير الايمن للمنتخب المصري خلال السنوات القادمه. محمد هاني واحد من افضل اللاعبين، يعني زي ما قلنا جيل بيسلم جيل. وادي انذار لاسلام محارب وانذار لجوناتا، وهاني هيستلم الشاره ويستلم رايه الجبهه اليمنى في المنتخب المصري والنادي الاهلي من واحد من النجوم طبعا احمد فتحي، عشان يكون محمد هاني الظهير الايمن للكره المصريه القادم وبقوه. يلعبها شريف اكرامي طويله، هيثم محمد لاحمد سعيد اوكا، اوكا هشام، هشام محمد، تتوقع هشام، هشام يلعب في اتجاه محمد شريف، شريف ولؤي يرجع لصبري، صبري مو ويرجع صبري لهشام محمد. هشام يعني هشام مع اكرم توفيق قوه على الجانب الدفاعي في النادي الاهلي. نجيب محمد هاني لاسلام محارب، صلاح خطاب اتقطعت مرتده الفريق الجونه، صلاح صلاح بيوسع له ايمن اشرف عشان يقفل له الزاويه. يا سلام يا ايمن اتقفل عليه، وادي ركله حره للنادي الاهلي، بيرجعها محمد سيد بكره تتلعب من مكانها. هشام احمد حمدي، حمدي محمد شريف ما ربطش معاه، خارج الملعب رامي التماس على مقاعد البدلاء، مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارة في النادي الأهلي، يعني عندك ناصر ماهر ابن النادي الأهلي وناشئ النادي الأهلي، أيضا هناك صلاح محسن وميدو جابر وكريم ندفد وأحمد ياسر ريان، محارب لمحمد هاني، هاني لعبها طويلة الطولة الأمامية ترجع احمد سيد اوكا، مصطفى جابر، جابر لخارج الملعب رامي التماس، هيلعب احمد علي، احمد سيد اوكا، شناوي، احمد مجدي، مجدي لاحمد عيد عبد الملك لجوناتا، مجدي اللوم، ولكن محمد سيد بكر احتسب ركله حره على النادي الاهلي. اسلام محارب عنده انذار، وحكم اللقاء بيتكلم مع اسلام محارب، يعني لقاء ودي. محمد سيد بكر واحد من الحكام الاكفاء والمميزين والله كابتن بكر. هيلعب احمد عيد عبد الملك، يعني دايما اللقاءات القوية في بطولات الناشئين، يعني حكم كابتن سيد بكر كان دوري ممتاز، ولكن بقول لحضراتكم اللقاءات القوية في بطولات قطاعات الناشئين في بطولات الجمهورية دايما بتلاقي الكابتن محمد سيد بكر هو موجود في اللقاء. أحمد حمدي، حمدي ياخد ركلة حرة على اللاعب شناوي، قاعد يتابع اللقاء الكابتن علاء ميوب من اللجنة الفنية للنادي الأهلي، كابتن علاء ميوب. نلعب في 33 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول، التعادل السلبي عنوان اللقاء ما بين الأهلي والجونة، لقاء الودي استعدادا للسفر لبوتسوانا ومواجهة تاونشيب في لقاء إن شاء الله نتمنى النادي الأهلي يعود مكللا بالانتصار. كل الجماهير العشاق بالنادي الاهلي كلهم بيعلقوا الامال على الجهاز الفني ومستر باتريس كارتيرون من اجل التتويج
دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم والعودة من جديد لمنصات التتويج الأفريقية وأيضا كأس العالم للأندية. زين نقول ونوجه رسالة الجماهير الأهلوية للجهاز الفني لمستر باتريس كارترون وجهازه المعاون كابتن محمد يوسف والكابتن سامي يمصان والكابتن مصطفى كمال ان الجماهير الأهلوية جماهير النادي الأهلي تكلم على اكثر من 70 مليون أهلاوي يتمنى وينتظر ان شاء الله التتويج بالبطولة الأفريقية، انك تكون مسؤول عن فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي اصعب مهمة، انك مسؤول عن اسعاد 70 مليون أهلاوي. محمد هاني ورمية التماس، هاني لإسلام محارب السهم الأحمر. إسلام يا سلام يا أحمد يا حمدي، المزاج رايق وعالي النهارده ان أحمد حمدي يلعبها. هشام أحمد حمدي مرة تانية يضغط مع محمد نادي، هو تدخل واصطدام لكن نادي هيقوم إن شاء الله ما فيهوش أي حاجة. محمد نادي هيلعب، هيثم محمد، هيثم وركلة حرة لفريق الجونة. يلعبها طويلة الطولة الأمامية، يلمس صلاح خطاب، أحمد مجدي، مجدي سبق لأحمد علي، أحمد علي يلعبها عدت مرت أحمد عيد. مش ممكن مش ممكن يا احمد عيد، اخطر كوره اخطر فرصه لفريق الجونه. فين يا احمد عيد؟ فكرني بذكريات ماتش الجزائر وكوره محمد بركات في مباراه مصر والجزائر، المباراه الهدف والكوره اللي كان لو احرزها بركات كنا صعدنا لكاس العالم 2010، نفس الكوره اللي اهدرها محمد بركات في لقاء منتخب مصر امام الجزائر، نفس الكوره يا احمد عيد. مروان محسن طبعا بركات واحد من نجوم كرة القدم المصرية، نجم ما تقدرش في يوم من الأيام ما تنساه، وأحد النجوم اللي سطرت الصفحات المضيئة، وكان دايما كابتننا الكبير ومدرسة التعليق المصري والعربي. أقول لحضراتكم بعد الكورة إسلام محارب، إسلام يلعب لمحمد هاني، هاني هاني يلعبها عدت مرت فاتت ركنية للنادي الأهلي. يعني محمد بركات كان دايما كابتن ميمي الشربيني يقول لك بركات بيرقص حبات المطر أو قطرات المطر. هيلعب إسلام محارب، يعني هذا المشهد والصورة على الجهاز الفني والإداري لفريق الجونة. من لحظات شفنا الصورة والمشهد على كابتن علاء ميوب والكابتن حسام غالي وأحمد فتحي ولاعبي النادي الأهلي، يعني النجوم اللي سطرت التاريخ الطويل للقلعة الحمراء. إسلام محارب لعب على القائم البعيد، هيثم عدت مرت حمدي علا، ضربة الرأس من مين؟ وزب، وادي دفع في ظهر نجيب لكن الكابتن بكر أشار بسنة في اللعب. أوكا يا ولد يا أوكا، مش أي مدافع في المكان ده يلعب بالثقة دي. واقع هيثم محمد، كل السلامة لهيثم وصافرة من الكابتن محمد سيد بكر، إن شاء الله يوم بالسلامة هيثم. هيثم محمد ومعاه الجهاز الطبي، يعني زي ما قلت لحضراتكم جانب من الحضور كابتن علاء ميوب وحسام غالي احمد فتحي بدلاء فريق الجونه بيجروا العمليات الحمايه. يلعب اسلام محارب، هيلعب هيثم محمد، هيثم يلعبها طويلة الطولة الأمامية في اتجاه أحمد حمدي،
يرجع شناوي لجوناتا طويلة أيمن أشرف يلعب أحمد مجدي لمحمد نادي 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 يستد واحدة وادي تصويبة من مصطفى جابر لصلاح خطاب ولكن أشار باستئناف في اللعب طويلة يلمس شريف هيثم محمد يمسك كورته يبدأ أوكا بنلعب في 39 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الأول والتعادل السلبي عنوان اللقاء ما بين الأهلي والجونة أيمن أشرف خارج الملعب لرمية التماس مصطفى جابر لشناوي لجوناتا جوناتا يلعب ويشيلها ويعلق في اتجاه أحمد مجدي أحمد مجدي ونجيب خارج الملعب رمية التماس شايف البدلاء في النادي الأهلي يعني معاهم ادي جوناتا يلعبها لخارج الملعب ركلة المرمى يعني بدلاء النادي الأهلي قايم معاهم حسين عبد الدايم هيجروا العمليات الحماية هيلعب بقى شريف إكرامي شريف يلعبها طويلة الطولة الأمامية في اتجاه مروان هيلحق مروان لكن لخارج الملعب رامي التماس لحقها مروان قبل ركلة المرمى لرامي التماس تدي أفضلية أيضا للنادي الأهلي في الضغط 40 دقيقة من أحداث وأمر شوط اللقاء الأول والتعادل السلبي ما بين الأهلي والجونة شناوي يلعب صبر رحيل أحمد حمدي حمدي يضغط حمدي حمدي يلعب مع إسلام لحمدي مرة تانية حمدي حمدي لكن الضغط عليه من مصطفى جابر الطويلة لكن العمق والتمركز الجيد اللي عمله أيمن أشرف مع نجيب تيرجع مرة تانية أحمد عيد عبد الملك أحمد عيد تبادل المراكز ما بينه وما بين محمد نادي واللاعب أحمد مجدي طويلة جوناتا رايا وصفارة وصافرة محمد سيد بكر وراية حاتم علام هيلعب شناوي اللاعب احمد سيد اوكا يلعب لجوناتا خارج الملعب ركلة المرمى للنادي الاهلي شايف كريم نيدفيد وناصر ماهر وميدو جابر وصلاح محسن والعمليات الحماية حاول يخلق جيل جديد النادي الاهلي ينزل بمتوسط اعمار اللاعبين يعني المجموعه اللي بتسخن منهم ثلاث لاعبين مواليد 97 كريم نيدفيد وناصر ماهر صلاح محسن والله ده مواليد كمان صلاح مواليد 98 مروان اسلام محارب اسلام جوناتا يضغط نادي يرد جوناتا محمد نجيب اكرم توفيق كل هدوء بكل ثقه لاعب عنده شخصيه خط الوسط والقياده اكرم توفيق يضغط اكرم يا ولد يا اكرم اكرم توفيق اكرم عد اكرم يا ولد على التمريره يلحق صبري الصبر يلحق يلعبها عرضيه الراسيه من مروان لكن طالع هيثم لعبها جميله والله صبري من وضع الحركه يا دوب لحقها صبري يبدأ مرة تانية شناوي لأحمد علي يضغط مصطفى جابر عدى محمد نادي نادي خارج الملعب رمية التماس للجونة هيلعب أحمد علي أحمد علي ورمية التماس للجونة والتعادل السلبي ما بين الأهلي والجونة لقاء الودي اللي بيجمع ما بين الفريقين هنا على ملعب مختار التتش
احمد حمدي، حمدي يا ولد عدى، شريف، محمد شريف، شريف، محمد شريف وسط ثلاثه، عدى شريف بيدور على فين يا راجل، عدت، عدت لهشام، بيلعبها لهشام محمد، لكن تغطيه دفاعيه، ادي جوناتا، مروان يلعب، مروان لهاني، محمد هاني، زيشيل هاني في اتجاه اسلام محارب، مره ثانيه استلم هاني، يا سلام هاني، اكرم توفيق، يلا اكرم الاخطبوط، اكرم توفيق، تدخل وركله حره لفريق الجونه وصفرت محمد سيد بكر. 40 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الاول والتعادل السلبي للجونه. احمد علي العابه طويله في اتجاه صلاح خطاب، لكن مأمن ايمن اشرف، ايمن خارج الملعب، ركنيه لفريق الجونه. دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع عن احداث عمر شوط اللقاء الاول، اشاره من المساعد حاتم علام بناء على اشاره من حكم اللقاء محمد سيد بكر، والركله الركنيه لفريق الجونه رايح جوناتا، على مهله رايح جوناتا. شوف جوناتا والركله الركنيه، قدم اليسرى لجوناتا، يلعب على القائم الاول، يرد مروان اللي رجع يدي، الادوار الدفاعيه اتلعبت وتعلقت اتجاه شريف، امن عليها شريف ومحمداني، وياخد منها ركله مرمى النادي الاهلي، هيلعب شريف اكرامي، محمد نجيب، بنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع والتعادل السلبي، وعنوان اللقاء حتى الآن الأهلي والجونة. شريف عايز يعدي، أحمد سعيد أوكا، أحمد حمدي، حمدي تشتيت مرة تانية من محمد نادي، راية، راية من المساعد الثاني سيد إسماعيل، احتساب ركلة حرة للنادي الأهلي اتلعبت سريعة، محمد نجيب، اتلعبت في اتجاه إسلام لكن بعيدة على إسلام محارب يعني الفكرة، لكن خارج الملعب رمية التماس، جوناتا يلعبها خارج الملعب رمية التماس للنادي الأهلي، يلعب نجيب، خارج الملعب قوية من أيمن أشرف على صبر رحيل، هيلعب أحمد علي، يرجع لأوكا، أحمد سعيد، أوكا، أوكا، أحمد مجدي يشيلها، مجدي، جوناتا، جوناتا عايز يعدي معاه إسلام محارب، يلعبها عرضية لكن في الشباك الخارجية خارج الملعب، ركلة المرمى للنادي الأهلي، هيلعب بقى شريف إكرامي، شريف إكرامي وركلة المرمى للنادي الأهلي، يلعبها طويلة ومعها صافرة نهاية أحداث شوط اللقاء الأول، يطلقها محمد سيد بكر بتعادل سلبي ما بين الأهلي والجونة. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، هذا ما كتب وكان في شوط اللقاء الأول، في انتظار ما سيكتب وسيكون. الثانية أحبائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، نلتقي سويا من هنا من ملعب مختار التتش، أحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي والجونة، لقاء الودي التجريبي اللي زي ما قلت لحضراتكم استعدادا للنادي الأهلي قبل مواجهة تاونشيب البوتسواني، أيضا بالنسبة لفريق الجونة قبل انطلاق غمار ومسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، مجموعة من التبديلات عملها النادي الأهلي. الشوط الثاني هيكون في حراسة المرمى شريف إكرامي، قدامه محمد نجيب وويل جزار، في اليمين محمداني، في الشمال صابر رحيل، منتصف ملعب النادي الأهلي،
أكرم توفيق وكريم ندفد دمهم شايف نزول ميدو جابر مع ناصر ماهر محمد شريف ورأس الحربة صلاح محسن. زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي بيحاول يجهز كل اللاعبين على نفس القدر من الاطمئنان لبعض اللاعبين اللي أقدر أستعين بيهم في أي وقت خلال اللقاءات. كريم ندفد النهاردة تشوفوا أيضا الفترة الأخيرة بيلعب على الدايرة. أدي صلاح محسن التشتيت نفس التشكيل اللي بدأ بيه فريق الجونة أحداث اللقاء بيدخل بيه أحداث الشوط الثاني. مباراة يديرها تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة محمد سيد بكر حكم الساحة مساعد أول كابتن حاتم علام والمساعد الثاني سيد أبو خاطر أحمد مجدي. شوف النهاردة ناصر ماهر واحد من المواهب القادمة من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. ناصر شوفوا مع أكرم توفيق وميدو جابر في شوط اللقاء الثاني. محمد شريف وكريم ندفد خرج أحمد حمدي وأيضا إسلام محارب وهشام محمد وخرج أيمن أشرف الجزار محمد شريف أيضا خرج مروان محسن أيمن أشرف يلعب لصبر رحيل صبري بعرض الملعب صبري عند ناصر لكن مقطوع. ادي كريم ندفد كريم يضغط كريم يا ولد حط جسمه بكل قوة كريم ندفد وياخد الركلة الحرة لصالح النادي الأهلي. أكرم توفيق يلعبها طويلة لكن سابها ميدو جابر عشان كان في موقف تسلل وضعية التسلل. ميدو جابر يضغط مرة تانية ميدو جابر واحد من العناصر والأوراق البديلة اللي قدر يغير من شكل اللقاء مع نزوله لقاء تاونشيب البوتسواني. كان ورقتين ألقى بيهم مستر باتريس كارتيرون إسلام محارب وميدو جابر قدروا يغيروا من نتيجة اللقاء شيء مميز بيحسب للمدير الفني للنادي الأهلي في بداية مشواره مع النادي الأهلي. وأول لقاء إن التبديلات اللي عملها قدرت تغير من شكل اللقاء. إذن المدير الفني اللي قاعد على الخط فاهم وأرى اللقاء بصورة كويسة لها أمور بتحسب في المقام الأول للجهاز الفني وأفراد الجهاز الفني في النادي الأهلي. يبقى مرة تانية جوناتا شناوي يرجع يسلم لأحمد سعيد أوكا يضغط محمد شريف استخلاص ناصر ماهر ناصر الحاول الجديد للنادي الأهلي. ناصر تمريرة ناصر يضغط مرة تانية ناصر ماهر ميدو جابر لناصر عدى ناصر ماهر ناصر العرضية فين ناصر لعب عرضية قوية التصدي من هيثم محمد مرة تانية التشتيت أكرم توفيق استلم أكرم ياخد ركلة حرة لصالح النادي الأهلي. أكرم توفيق ركلة حرة النهاردة أكرم لقاء جيد من أكرم توفيق. لحضراتكم هو عنصر من العناصر الهامة في منتصف ملعب النادي الأهلي وأيضا المنتخب المصري الفترة القادمة إن شاء الله. شوف صبر رحيل على الكورة صبري ومحمد داني أعتقد صبري يلعبها من مرة واحدة. صبر رحيل وصفرة محمد سيد بكر الركلة الحرة صبر رحيل يلعبها ويعلقها صبري يا ولد حلوة التصويبة من صابر رحيل والتصدي الرائع من هيثم محمد اللي خارج الملعب النادي الأهلي. ركنية ورايح ميدو جابر لعيب من اللعيبة اللي عادة مرة أخرى الجهاز الفني للنادي الأهلي محمد داني هيسند داني ويلعب ويعلق العرضية
التغطية من اللاعب محمد نادي، صبر رحيل يشيلها صبري في اتجاه ميدو جابر، ما فيهاش أي حاجة. ميدو واحد على واحد، ميدو يا ولد عايز يقفل ويعدي، لكن جوناتا يرجع لخارج الملعب. رامي التماس لفريق الجونة، وبنلعب في 6 دقايق من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني. بعرض الملعب أحمد سيد أوكا. أوكا لم أوكا لؤي وائل، أحمد عيد عبد الملك، أحمد عيد، صبر رحيل يلعب لناصر ماهر، ناصر لصبر رحيل، التحرك من محمد شريف، طويلة على محمد شريف لخارج الملعب، رمية التماس لصالح، والله أشار بيه كابتن بكر، أشار برمية التماس، محمد سيد بكر، رمية التماس اتلعبت لأحمد سيد أوكا. يلعب أحمد سعيد أوكا، يرجع ويسلم شناوي، شايف اللعب رقم 30 في نادي الجونة، اللعب محمد ليلى، نزل ورقة بديلة، يعني ليلى ورقة بديلة بديلا للعب مصطفى جابر. الجزار اللعيب اللي قلت لحضراتكم ما تحسوش غريب عن النادي الاهلي، اندمج سريعا مع فريق النادي الاهلي. يلعب خارج الملعب، رمية التماس، صابر رحيل، تلعب التمريره في اتجاه صلاح محسن، الصلاح لكن رايه وصفاره وخارج الملعب، راية وصفارة وركلة حرة غير مباشرة لفريق الجونة. هيلعب هيثم محمد، حتى الآن سبا والله أوكا. عيد عبد الملك لشناوي، يلعبها طويلة لكن ما من الجزار، محمد شريف، جابر ياسين جابر لاحمد عيد عبد الملك، احمد عيد اتلعبت لكن الضغط، وادي التصويبه مره ثانيه من صلاح خطاب، الله اللي خرج محمد نادي ونزل اللاعب ليلى وضم مصطفى جابر، يلعب كجناح هجومي ايمن لفريق الجونه. ادي ليلى مأمن محمد هاني، ناصر ماهر، صبر رحيل لم يعد، صبري ضم القلب الملعب، صبري يسند واحدة لشريف، محمد شريف واحد على واحد، المهارة موجودة من شريف لصبري، صبري يلعب ويعلق كروس عرضي لكن سهلة في ايد الحارس هيثم محمد. اتلعبت الطويلة الطولة الأمامية، يرجع مرة ثانية لخارج الملعب من احمد مجدي، رمي التماس لفريق الجونه، شناوي يطلع جوناتا، لكن ميدو جابر اللي راجع يدي الادوار الدفاعيه لاكرم توفيق، اكرم يا ولد يا اكرم، اخر التمريره علشان صلاح محسن كان في وضعيه التسلل. خارج الملعب رمي التماس لصالح النادي الاهلي، يلعب محمد هاني، هاني لناصر ماهر، ناصر محمد هاني، لعبه قويه من هاني في اتجاه محمد شريف دور على حد يسند عليه لندفد لصبري، صبري العرضيه التغطيه الدفاعيه لخارج الملعب، ركنيه لصالح النادي الاهلي.
هنشوف الركنية ورايح ناصر ماهر. ناصر بالقدم اليمنى، الكرة اللي فيها سويرف في الداخل المرمى. كابتن محمد سيد بكر وتحذير للاعبين في ارض الملعب. ناصر ماهر يلعب على القائم الاول، ضعيفة من ناصر. صبري لخارج الملعب، رامي التماس. يعني عايز اقول لحضراتكم يعني المواقف والطرائف في هذا اللقاء، يعني في موقف اوضح واقول لحضراتكم ان اللاعب احمد عيد عبد الملك وصلاح محسن، هقول لحضراتكم الموقف ما بين الاثنين. يلعب احمد عيد عبد الملك، تمريره مره ثانيه شناوي. كريم ندفد، كريم التمريره لميدو جابر لناصر، يطلع صلاح محسن. رايه وصفاره، رايه وصفاره على صلاح محسن. يعني بقول لحضراتكم موقف اللي ما بين احمد عيد عبد الملك وصلاح محسن، اول لقاء رسمي لعبه احمد عيد عبد الملك كان موسم 2000-2001 امام غزل المحله. لاعب احمد عيد عبد الملك كان صلاح محسن عمره سنتين. من المواقف في هذا اللقاء، اول لقاء لاحمد عيد عبد الملك موسم 2000-2001 صلاح محسن لاعب النادي الاهلي عمره سنتين. مرت الايام، مرت السنين، والاثنين امام وادي ركله حره وصف محمد سيد بكر، الاثنين وجها لوجه هنا على ملعب مختار التتش. مرت الايام، مرت السنين، واحمد عيد عبد الملك وصلاح محسن الاثنين، صلاح محسن في النادي الاهلي، احمد عيد عبد الملك في نادي الجونه. يعني بعض الارقام والاحصائيات اللي تعجب الجماهير. هيلعب الركله الحره للنادي الاهلي. شوف ميدو جابر والركله الحره يلعبها ميدو، اصطدمت بالحائط البشري لخارج الملعب. ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي. هيلعب ميدو جابر ركنيه، ميدو يلعب على القائم الاول لكن جوناتا يشتت. جوناتا كريم ندفد، هيلعب شريف اكرامي، يلعب احمد مجدي، يرجع ويسلم لشناوي، يضغط كريم ندفد، كريم في اتجاه ناصر ماهر لكن يرد ويرجع اللاعب شناوي لهيثم محمد. احمد سعيد اوكا، تمريره من اوكا، واحدة والثانية مع حسام زين. حسام اللي نزل بديلا لاحمد علي، يضغط كريم ندفد بكل قوة خارج الملعب، رمية التماس. مرة ثانية وصافرة حكم اللقاء محمد سيد بكر، ساب الركلة الحرة للنادي الاهلي، اتلعبت سريعة اتجاه ناصر ماهر. ناصر عايز يقفلها في اتجاه صلاح محسن. يعني الاثنين التقوا امام بعض في بطولات ودوريات الناشئين، سواء ناصر ماهر مع النادي الاهلي وصلاح محسن مع نادي انبي قبل انتقاله للنادي الاهلي. صلاح محسن نجيب يرجع لشريف اكرامي. يضغط الجزار والتصويبه لخارج الملعب. اعتقد ركنيه لفريق الجونه، بالفعل ركنيه لفريق الجونه. ركنيه وجاي اللاعب جوناتا. وركنيه جاي لحسام زين، يلعب لحسام، يلعب لجوناتا. يلعبها قويه لكن واقف في تمركز جيد على القائم الاول صلاح محسن. الادوار الدفاعيه اللي بيرجع يعملها ويأديها لاعب النادي الاهلي.
جوناتا يلعب ويعلق ضربة الرأس سالة لشريف إكرامي، يمسك كورته شريف إكرامي، شريف هد الملعب بقى، شريف يلعبها طويلة الطولة الأمامية، صلاح محسن واحد من أفضل اللاعبين اللي عنده عملية الجامب، صلاح محسن، كريم ندفد، كريم ندفد يلعب، أيمن أشرف يلعب لمحمد هاني، تحضير بيحاول يحضر لاعب النادي الأهلي، يرجع مرة تانية الجزار طويلة في اتجاه ميدو جابر، ميدو يسدد واحدة لأكرم، أكرم لميدو، ميدو جابر يضغط أحمد عيد عبد الملك، خد منها ركنية النادي الأهلي، بنلعب في 17 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، التعادل السلبي عنوان اللقاء، الأهلي والجونة، يسند شناوي خارج الملعب، ركنية للنادي الأهلي من الجانب الأيسر، رايح ناصر ماهر، هيلعب ناصر ماهر ركنية لصالح النادي الأهلي، يلعب ويعلق ناصر، وادي ضربة الرأس الارتقاء طالع ميدو جابر، يرجع مرة تانية ياخد منها ركنية النادي الأهلي، هيلعب ميدو جابر، هنشوف الركلة الركنية للنادي الأهلي، اتلعبت لكن يشتت مرة تانية ليلى، صبر رحيل هاند بول لمسة صبري، هيلعب هيثم محمد الركلة الحرة، سيبها والله لأحمد سعيد أوكا، يرجع ويسلم لجوناتا، شناوي، هنشوف اللاعب كوليبالي، ورقة بديلة للكابتن هشام زكريا، أحمد سعيد أوكا يسلم مرة تانية، تغير شناوي لكن محمد هاني، هاني لميدو جابر، ميدو عدى ميدو جابر، يا ولد يا ميدو على الرؤية، يلعبها جميلة في اتجاه محمد شريف لكن طولت سن على شريف، يطلع هيثم محمد يمسك كورته، يرجع ويسلم أحمد سعيد أوكا ليلى، يرجع لهيثم لؤي وائل، لؤي يلعب لشناوي، يرجع ويسلم لأحمد سعيد أوكا، أوكا عند لاعب أحمد مجدي ضغط عليه، محمد شريف لكريم ندفد، صلاح محسن، ناصر ماهر عايز يشيلها جميلة في اتجاه ميدو جابر، المس يا راجل، جميلة جميلة الباص، حلو الباص من ناصر ماهر الحاوي وبابا نويل بتاع النادي الأهلي، ناصر ماهر يلعبها جميلة وتحرك نموذج في العمق من اللاعب أميدو جابر، ليلى حلو التنويع اللي بيعمله لاعب النادي الأهلي في عملية الاختراق والوصول لمرمى الخصم سواء عن طريق الأطراف أو عن طريق العمق والتحركات بدون كرة اللي بيعملها لاعب النادي الأهلي، أحمد مجدي اتلعبت في اتجاه مصطفى جابر، جابر يلعب لحسام زين، زين ياخد منها رامي التماس فريق الجونة، اتلعبت في اتجاه جابر ومجدي، مجدي كابتن محمد سيد بكر بيقول له ايه؟ بيقول له قوم ما فيهاش أي حاجة، أعتقد معاه السيميوليشن وإنذار، إنذار للاعب
احمد مجدي، يعني ادعاء السقوط والتمويه على حكم اللقاء بتستوجب بالطبع انذار. كوليبالي أرى بديلة، هل يكون على حساب خطاب أم أحمد عيد عبد الملك؟ شوف مين اللي طالع، أعتقد أحمد عيد عبد الملك خارج. أحمد عيد أحد انتدابات وصفقات الجونة هذا الموسم. أحمد عيد عبد الملك وادي الروح الرياضية بينه وبين لاعب النادي الأهلي. محمد شريف نزل لكوليبالي، تلقى التحية من الكابتن هشام زكريا. يلعب شريف إكرامي ركلة حرة غير مباشرة للنادي الأهلي، يلعبها طويلة، يلمس صلاح محسن. قلت لحضراتكم واحد من أفضل اللاعبين في عملية الجامب، اتلعبت مرة ثانية لميدو جابر. التحرك بتاع ميدو جابر هو اللي بيسهل عملية التمرير على لاعب النادي الأهلي، ولكن دفع من ميدو جابر بركلة حرة. هشام زكريا وتعليمات أخيرة للاعب كريم سالم رقم 97، هيكون ورقة بديلة لفريق الجونة. كابتن محمد سيد بكر كلم مع لاعبي الجونة اللاعب البدلاء. طويلة، رد اللعب الجزار. والله والله أيمن أشرف، أيمن أشرف لسه في الملعب، يرجع مرة تانية. أحمد مجدي لؤي وائل، أحمد سعيد أوكا، يلعب شناوي، أيمن أشرف قافل تماما وخارج الملعب. ركنية لصالح فريق الجونة. هيلعب جوناتا، جاي جوناتا يلعب الركلة الركنية من الجانب الأيمن بالقدم اليسرى للاعب جوناتا عشان يبقى فيها سويرف لداخل المرمى، بيحاول يقرب عليه اللاعب حسام زين. يلعب الركلة الركنية على مرتين، لكن خلاص قفل عليه كريم نيدفيد. هيضطر جوناتا يلعب مرة واحدة، يلعبها على لكن الأدوار وادي صلاح محسن رجع يأدي الدور الدفاعي. ميدو جابر، ميدو يضغط، ميدو ركلة حرة على النادي الأهلي، ركلة حرة وأداء جيد حتى الآن في عملية التنظيم والواجبات الدفاعية من فريق الجونة على لاعب النادي الأهلي. كريم سالم بديلا للاعب جوناتا. هيخرج اللاعب جوناتا وينزل كريم سالم، والركلة الحرة مصطفى جابر. ركلة حرة وحائط بشري من لاعب النادي الأهلي. شريف إكرامي وقف الحائط البشري، وادي الركلة الحرة يلعبها، اصطدمت بالحائط البشري، ضعيفة من ميدو جابر يعني من اللاعب مصطفى جابر. كوليبالي، محمد هاني يرد مرة تانية، محمد هاني يسلم لأكرم توفيق. مكسب كبير للنادي الأهلي، أكرم توفيق، شناوي يرجع مرة تانية، التمريرة لكوليبالي ولكن لخارج الملعب. رمية التماس لصالح النادي الأهلي. هيلعب محمد هاني، نلعب في 25 دقيقة من أحداث وعمر شوط اللقاء الثاني. التعادل السلبي لا زال عنوان اللقاء، الأهلي والجونة. أيمن أشرف يرجع لشريف إكرامي، شريف بكل قوة يطلع شريف إكرامي، يلمس ميدو جابر، أحمد سعيد أوكا، ليلى مع شناوي، ليلى يسلم لحسام زين. حسام عايز يطلع أحمد مجدي، لكن يا ولد يا ولد يا أيمن يا أشرف، ياخد منها كمان ركلة حرة أيمن أشرف. والله رمي التماس، أشار برمي التماس أيمن أشرف، أشار الحكم بركلة حرة،
بالفعل ركلة حرة للنادي الأهلي، يلعب شريف إكرامي. والتعادل السلبي لازال عنوان اللقاء. الأهلي والجونة، التجربة الودية للنادي الأهلي قبل السفر والتوجه إلى بوتسوانا ومواجهة تاونشيب. النادي الأهلي رصيده من النقاط 4 نقاط، القمة والصدارة لأبناء الترجي التونسي 7 نقاط و3 نقاط لكل من كامبالا وتاونشيب. كوليبالي، كريم مسالم، كريم الشناوي، شناوي عايز يصوب، عايز يسدد، يلعب لصلاح خطاب، صلاح 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 عايز يعدي، مفيش أي حاجة. ناصر ماهر، يلا يا حاوي، ناصر ماهر، ناصر قال له مفيش أي حاجة يا ناصر. كوليبالي يرجع ويسلم، شناوي للؤي وائل، كريم سالم لشناوي، تمريرات بعرض الملعب من فريق الجونة، وادي تمريرة ضرب بيها خط الدفاع، لكن محمد شريف راجع يأدي الأدوار الدفاعية. وادي ناصر ماهر، يلا ناصر، ناصر يلعبها في اتجاه ميدو جابر، طالع هيثم محمد، يقوم بدور الليبرو يلعب هيثم طويلة، محمد شريف لكن يلم كورته يعدي أحمد مجدي، يلا مجدي، مجدي لخارج الملعب ركنية. مجهود من محمد شريف سواء في الجانب الهجومي أو الجانب الدفاعي. محمد شريف ورقة من الأوراق اللي زي ما قلنا الكابتن والجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون بيعتمد عليها بشكل كبير في الفترة اللي فاتت وأيضا الفترة القادمة بمشيئة الله. واحد من العناصر الأساسية في النادي الأهلي، زي ما قلنا النادي الأهلي بيحاول يجهز كل اللاعبين تكون على قدر الاستعداد للمنافسة والمواجهات القادمة بمشيئة الله. وأحمد سعيد أوكا ونزله دكتور مايكل، كل السلامة لأوكا. زي ما قلنا وبنكرر تاني، كل اللي يهمنا في المقام الأول هو سلامة اللاعبين سواء لاعبي الأهلي أو لاعبي الجونة. هنشوف تبديلين لفريق الجونة بيفكر فيهم الكابتن هشام زكريا، شاف اللاعب خالد صبحي واللاعب محمد أبو سريع. هيخرج أحمد سعيد أوكا ونزل أبو سريع، وأيضا أعتقد هيخرج لؤي وائل. بالفعل نزل أبو سريع ونزل خالد صبحي بديلا لكل من أوكا ولؤي وائل. اتلعب الطويلة، هيلحق كوليبالي، كوليبالي، كوليبالي وهاني، قافل عليه هاني، كوليبالي مرة تانية، زلم كوليبالي يرجع ويسلم، كريم مسالم طويلة، يلم خالد، خالد صبحي يلعبها طويلة، ناصر ماهر، شارب استئناف اللعبة، حاكم اللقاء مفيش أي حاجة، ليلى، ليلى لعيب مميز في منتصف الملعب ليلى والله، حسام، حسام زين يضغط نيدفيد، يا ولد يا نيدفيد، استخلاص من نيدفيد، شريف لم محمد شريف، ميدو جابر، ميدو يسندها ناصر ماهر، صلاح محسن، صلاح يلعبها عند ميدو ولكن عند لاعب ناصر ماهر ولكن لخارج الملعب، رميت التماس. ودي سامعين شريف اكرامي بيطالب لاعب النادي الاهلي بالضغط والاهتمام اكتر، حاول يحمس زمايله في الملعب شريف اكرامي، الشخصيه القياديه والسمات القياديه في قائد كتيبه النادي الاهلي في هذا اللقاء. محمود ابو سريع يرجع مره ثانيه لكريم سالم لابو سريع، شناوي لمجدي، مجدي ايمن اشرف، ايمن محمد شريف يضغط مره ثانيه، حسام زين، حسام تمريره واحده والثانيه يلم صبري،
يا ولد صلاح عايز يلم ياخد منها ركلة حرة، شوف ركلة حرة ولا رمي التماس، صفيرة محمد سيد بكر. يلعب محمد نجيب، خرج صلاح محسن. بنلعب في 31 دقيقة من أحداث عمر شوط اللقاء الثاني، والتعادل السلبي هو عنوان اللقاء، الأهلي والجونة. كل السلامة لصلاح محسن مع طبيب النادي الأهلي دكتور خالد محمود. يلعب نجيب لمحمد هاني لأيمن أشرف، أيمن يسلم لصبري رحيل، شريف لصبري، كريم ندفد، مصطفى جابر، استخلاص مرة تانية من النادي الأهلي، أكرم توفيق، تمريرة قوية من أكرم في اتجاه ميدو جابر، طويل على ميدو، يمسك هيثم محمد ولكن تنفيرايه وصفاره، ركله حره غير مباشره، نزل صلاح محسن. ليله لاحمد مجدي، مجدي عايز يعدي، مجدي يلعب تمريره قويه، مجدي خارج الملعب ركله المرمى. شوف تبديل، شوف اللاعب رقم سبعه في فريق الجونه، لاعب محمود الشبراوي، محمود الشبراوي بديلا لمصطفى جابر. خارج مصطفى جابر ونازل الشبراوي، وركلة المرمى يلعب شريف إكرامي، شريف يلعبها طويلة، ناصر ماهر لما أكرم يرجع ويسلم، أكرم طويلة في اتجاه كوليبالي، كوليبالي ضغط عليه من أكرم توفيق. أكتر لاعب هفضل أقولها ونقولها في أكتر من مناسبة وأكتر من مرة، أكرم توفيق ضغط على أكرم، وادي اتلعبت، وادي مرة تانية أيمن أشرف، يعني حسام زين حب يلم اكرم ويوسع لنفسه لكن اتقطعت وضغط كوليبالي. لكن زي ما قلت لحضراتكم اكتر لاعب بيستخلص كرات هو اكرم توفيق، واكتر لاعب بيفسد هجمات للخصم هو اكرم توفيق. يرجع ويسلم محمد شريف، شريف ركله حره لصالح النادي الاهلي. بنلعب في 34 دقيقه من احداث عمر شوط اللقاء الثاني، تعادل السلبي الاهلي والجونه. ايمن اشرف، كريم ندفد، ايمن بعرض الملعب، اكرم توفيق، ميدو جابر مع اكرم، عد اكرم، يخترق اكرم، ندفد يرجع ويسلم مره ثانيه، ميدو جابر يشيلها ويلعبها في اتجاه محمد شريف، ولكن رايه وصفاره، رايه من سيد ابو خاطر وصفاره محمد سيد بكر، ركله حره غير مباشره لفريق الجونه. هيلعب هيثم محمد، هيثم طويله الطوله الاماميه من هيثم، يمسك كورته شامي، شريف طويلة من شريف إكرامي في اتجاه ميدو جابر، لكن بكل قوة من اللاعب كريم سالم، عدى أكرم توفيق، اخترق أكرم، تمريرة محمد شريف، شريف لكن حكم اللقاء أشار براية وصفارة، راية من سيد أبو خاطر وصافرة سيد بكر، احتساب ركلة حرة غير مباشرة على النادي الأهلي. هيلعب هيثم محمد، منعطف الاخير من احداث عمر اللقاء
والتعادل السلبي هو عنوان اللقاء. الاهلي والجونه، اللقاء الودي للنادي الاهلي قبل الاستعداد والسفر الى بوتسوانا ومواجهه تاونشيب البوتسواني. نادي الجونه من اجل الاستعداد لخوض غمار الدوري المصري وانطلاق الدوري المصري في الموسم الجديد 2018-2019. اللاعب اللي واقف في النادي الاهلي محمد شريف نازل، الطبيب النادي الاهلي لمحمد شريف. طمن النهارده الجهاز الفني للنادي الاهلي زي ما قلنا على اغلب العناصر وكل العناصر في النادي الاهلي. المجموعه اللي شاركت في الشوط الاول وخرجت، ايضا المجموعه اللي استبقى عليها لشوط اللقاء الثاني، والمجموعه اللي نزلت بدلاء في شوط اللقاء الثاني. زي ما قلنا بيحاول الجهاز الفني ان هو يرفع درجه الاستعداد عند معظم لاعبي النادي الاهلي، كل المجموعه الموجوده، وتجهيز كل اللاعبين. مشوار الدوري طويل والبطوله الافريقيه دخلت في مرحله المطبات الصعبه، والنادي الاهلي مطالب امام الجماهير، وجماهير النادي الاهلي دايما دايما لا تعرف سوى البطولات، لا تعرف سوى الانتصارات. يعني لقاء ودي تلاقي جماهير النادي الاهلي تقول لك لا انا عايز المكسب، حتى لو لقاء ودي جماهير النادي الاهلي دايما بتفكر في المكسب. زي ما قلنا اصعب مهمه، مهمه انك تكون مسؤول او قيادي داخل النادي الاهلي، لانك مش مسؤول عن فريق ولا عن اعضاء ولا جمعيه عموميه فقط، انت مسؤول عن 70 مليون اهلاوي، ومسؤول عن اسعاد 70 مليون اهلاوي داخل جمهوريه مصر العربيه وملايين الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي في الوطن العربي والشرق الاوسط وقاره افريقيا. حب النادي الاهلي في كل مكان في العالم والله. ركله حره تدخل مع اكرم توفيق، يعني النادي الاهلي في كل مكان، هتلاقي النادي الاهلي مرسوم له علم، مرسوم له سلسله طويله من المحبين والعاشقين في اي مكان جمهور النادي الاهلي موجود. وجماهير الاهلي تقول لك من جديد عايزين نرجع ونعيد ونكتب الذكريات، ذكريات كاس العالم باليابان. ايمن اشرف يلعبها، محمد شريف يرجع ويسلم لايمن اشرف لمحمد نجيب. استلم ايمن اشرف من نجيب، بنلعب في 39 دقيقة من احداث عمر شوط اللقاء الثاني، ورامي التماس على النادي الاهلي. هيلعب حسام زين، شناوي ضغط عليه شريف، يلعبها لناصر ماهر، عدى ناصر يلعبها عرضيه لكن بعيده سهله في ايد الحارس هيثم محمد، سريعه الفريق الجونه، يبدأ سريعه شناوي لليلة كوليبالي، يلم مره ثانيه نجيب، شريف اكرامي لعبه طويله سهله لشريف، نزل كورته ويبدا شريف اكرامي. طويله من شريف، يلمس صلاح محسن، يعني في الكرات العاليه دايما بيتفوق صلاح محسن. طويله لخارج الملعب ورميه التماس للنادي الاهلي. صابر رحيل صبري دور على حد يسند عليه، يلعبها في اتجاه صلاح محسن ولكن دفعه وصفرت محمد سيد بكر. احتساب ركله حره لفريق الجونه، هنشوف
المتبقي من احداث عمر شوط اللقاء الثاني هيسفر عن ايه؟ لقاء الودي ما بين الاهلي والجونه. هيلعب هيثم محمد وهنشوف التبديل. تبديل في حراسة المرمى لفريق الجونة. أعتقد اللي نازل رمزي صالح. رمزي صالح بالمناسبة سبق لي حراسة مرمى النادي الأهلي. صابر رحيل لاعب رمزي صالح حارس الفلسطيني اللي سبق لي الدفاع عن عارين النادي الأهلي رمزي صالح. مجدي أكرم توفيق الضغط عليه من شناوي. ميدو جابر ليلى مأمن محمد هاني ضغط عليه محمود الشبراوي ياخد منها رمي التماس النادي الأهلي. أعتقد تجربة ودية قوية للنادي الأهلي وأيضا لفريق الجونة. حاول من خلالها النادي الأهلي يطمن على جاهزية اللاعبين اللي ما شاركتش في لقاء تاونشيب الباتسواني وايضا يا السلام مع التسديده. يا السلام على التراي. يا السلام على شريف اكرامي تصدي واجمل تسديده واجمل تصويبه من فريق الجونه ولكن شريف اكرامي تصدى وتصدي رائع من شريف اكرامي. تراي والمشهد من شريف اكرامي. هنشوف اللاعب عمرو سعداوي. عمرو سعداوي لاعب النادي الاهلي المعار لفريق الجونه. يطلع شريف اكرم توفيق يلمس عمرو سعداوي لاعب النادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي مواليد 97 والمعار لفريق الجونه. شوف ورقه بديله لفريق الجونه. شوف مين اللي طالع. هينزل عمرو سعداوي. أعتقد بديلا لصلاح خطاب. ينزل عمرو سعداوي. شريف إكرامي لعبه طويله الطوله الاماميه. يلم ناصر ماهر. ناصر ياخد منها ركلة حرة النادي الأهلي. هيلعب كريم نيدفيد. محمد هاني يرجع لأيمن أشرف. صلاح لشريف. محمد شريف يرجع مرة تانية لناصر ماهر. ناصر لنيدفيد. نيدفيد يصوب ويسدد كريم نيدفيد ولكن اللي خارج الملعب. ركلة المرمى لفريق الجونة. شوط تاني بيلفظ أنفاسه الأخيرة. التعادل السلبي ما بين الأهلي والجونة. ثلاث دقايق وقت محتسب بدل ضائع عن أحداث عمر شوط اللقاء الثاني والتعادل السلبي. عنوان اللقاء الأهلي والجونة. محمد شريف لناصر مقطوعة. حسام زين لأحمد مجدي. مجدي يرجع ويسلم لشناوي عند ليلى. ليلى يضغط أكرم. يا ولد يا أكرم ولكن صافرة محمد سيد بكر. احتساب الركلة الحرة لفريق الجونة. بيقومه بروح رياضية والله. أكرم توفيق واحد من اللعيبة أصحاب الخلق العالي والرفيع والله. أكرم توفيق لعب الطويلة من اللاعب أبو سريع. سهلة في إيد شريف إكرامي. شريف إكرامي يلعبها الطويلة الطولية الأمامية مرة تانية. كريم نيدفيد يسلم لنجيب. نجيب يلعبها طويلة في اتجاه صلاح. شبراوي عمرو سعداوي. شبراوي الشبراوي
يرجع ويسلم كريم سالم، ياخد منها ركلة حرة فريق الجونة، ركلة حرة لفريق الجونة. هيلعب، شوف عمرو سعداوي على الكرة ولا مين؟ سعداوي يلعبها مع كريم سالم، كريم يلعبها أرضية، أرضية عند الكوليبالي، يضغط محيب استخلاص طويلة، حسام زين مأمن ليلى، كريم يلعبها في اتجاه الشبراوي، الشبراوي الشبراوي عرضية عرضية، لكن التغطية والتمركز الجيد من أيمن أشرف. ولد يا ولد أيمن، المرتدة السريعة للنادي الأهلي، عدى صلاح، عدى عدى، يلعبها الميدو جابر، راية وصفارة، راية وصفارة بالفعل، راية سيد أبو خاطر وصفرة محمد سيد بكر، تساب ركلة حرة غير مباشرة لفريق الجونة، تعادل سلبي بيفرض نفسه على أحداث اللقاء الأهلي والجونة. هيلعب رمزي صالح، رمزي لعبة طويلة مأمن محمد هاني، يرجع ناصر شناوي، كوليبالي، كوليبالي يلعبها عند شبراوي، يا ولد ياني لكوليبالي، احتسب ركلة حرة لصالح النادي الأهلي، كريم نيدفيد، ركلة حرة لصالح النادي الأهلي، وأيمن أشرف، كل السلامة لأيمن أشرف، رايح له كابتن بكر، إن شاء الله سليمة يا أيمن، نزل له الجهاز الطبي للنادي الأهلي، واقع أيمن أشرف، وركلة حرة للنادي الأهلي، وتجربة ودية، يعني عايز أقول لحضراتكم بعيداً عن نتيجة اللقاء والتعادل السلبي، في أمور فنية استفاد من خلالها الجهاز الفني للنادي الأهلي وأيضاً الجهاز الفني لفريق الجونة. طمن الجهاز الفني على بعض الأمور الفنية للاعبين وللفريق ككل أو ككيان، وأيضاً تجهيز بعض اللاعبين اللي ما شاركوش في لقاء تاون شيب. كل السلامة لأيمن. أيمن أشرف معاه دكتور خالد. ألف سلامة، كل السلامة لأيمن. ركلة حرة إن شاء الله تكون بسيطة بمشيئة الله. والله أيمن في الملعب، شوف الصورة على مين يا جماعة، هل أكرم توفيق؟ بالفعل بالفعل اللاعب اللواء أكرم توفيق. كل السلامة يا أكرم، لعبة طويلة الطولة الأمامية، والله أكرم توفيق اللاعب اللي واقع، يضغط مرة تانية فريق الجونة، شبراوي المرتدة السريعة يلعبها في اتجاه مجدي، لكن مأمن أيمن، صافرة نهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء، يطلقها محمد سيد بكر بتعادل سلبي ما بين الأهلي والجونة. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، تقينا على المحبة والخير والسلام، وفي الختام تقبلوا مني خير السلام، كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح، أترككم في رعاية الله وأمنه، تقيكم.